السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله. قراءة جديدة وحصرية على قناة اسرار العالم الروحاني لمواليد برد السرطان. صلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين كلها. بعد القراءة هعطيكم العلاج اللي طلبتوه مني، علاج السحر بإذن الله تعالى. بعد القراءة وبعد الاستخارة راح أعطيكم العلاج النهائي الناسف للسحر بفضل الله تعالى. أتمنى من أخواتنا في الله يدعموا الفيديو باللايك، وإن كنت لم تشترك في القناة فلاشترك في القناة وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم الكاشف. بسم الله. سورة الرعد لمواليد برد السرطان. سورة الرعد. صلي على الحبيب المصطفى. اللي عايز يتواصل معانا للعلاج الرقم قدامكم اخواتنا في الله، واتس اللي حابب يتواصل معانا. وبعد الاستخارة راح اعطيك العلاج النهائي للسحر بقدرة الله تعالى. يا برد السرطان صلي على الحبيب. شايف عندك هنا في فرصة، في فرصة هتجي لك. الفرصة دي ممكن نقول مع الشريك او مع الشخص المناسب اللي هيكون معك، بس انا شايفك ان انت مستعجل في السفر او عايز تسافر. بس انا شايف في بابين هيتفتحوا قدامك، شايف في بابين. الباب الاول هتدخل فيه في قلب جامد باذن الله تعالى، وهيكون فيه باب خير بقدرة الله. شايف برضو هنا الفترة دي بتقعدوا لوحدكم، من أكتر الفترات اللي انتوا بتقعدوا فيها مع نفسيكم، قليتوا التعامل مع الناس. شايف هنا ليه؟ علشان شايف ان انتوا متحملين وضغطين على روحكم شوية، حابين تشوفوا الحياة ماشية ازاي. انا شايف برضو في استقرارات تانية، شايف هنا في تركيز، شايفك هنا التركيز هنا على عقد او على شراء حاجه، شايف او منتظر مال او ورق، في حاجه انت منتظرها، لان شايف في تركيز جدا مركز على حاجه ديالك فيها امضه اوراق. شايف هنا مناسبه عندك، يا في مناسبه عندك. المناسبه دي العائليه هتكون حلوه، شايف في المناسبه دي حلوه، يعني القعدة دي هتفرحك، المناسبة هتكون فيها فرحة قلبك. انتوا بتحبوا التجمعات، بتحبوا التواصل مع الأسرة، مع العيلة، مع الناس اللي حواليكم. بس هنا شايف عندكم واحدة، يعني نقول مرات أخ أو واحدة مش بتحبكم، بتحقد عليكم ودايما كذابة ومنافقة، يعني ممكن أقول مرات أخ أو واحدة عزيزة عليكم وقريبة. شايف هنا هي اللي دي هي بتقول لكم إنها بتحبكم، وهي بتمنى إنها بتقدم لكم الخير، بتقول لكم الأشياء دي، لكن هي إنسانة منافقة، مش إنسانة مش كويسة، إنسانة كذابة. لأن أنا شايف برضه بس الفترة اللي داية أنتوا هتثبتوا نفسيكم في كل حاجة. شايف ان انتوا هتتخطوا في مشكلة كبيرة، البعض هيتخطى مشكلة كبيرة. قراءة عامة اخواتنا في الله، وكل شخص يشوف القراءة اللي هتكون مطابقة ليه. شايف هنا عندك فتحة قسمة، في فتحة قسمة عندك، في تغيير عتبة. يعني ايه تغيير عتبة؟ يعني شايف في تغيير بيت او تغيير سكن او تغيير مكان، او في حاجة ان انت هتغيرها، او انتوا عايزين حاجة تغيروها. في حالة عندكم هتتغير، بس أنا شايف عندكم خوف أو تردد، بس في فتحة خير. الباب اللي قلت لك هتدخله الأول بإذن الله فيه الخير. شايف هنا في حاجات هتظهر قدامكم، يعني هتبين لك إن الباب اللي دخلت فيه أو الطريق اللي مشيت فيها هتبين لكم فيها الخير أو فيها الشر للباب الثاني. يعني هيكون عندك إن شاء الله بشرات، لأن أنت مواليد برد السرطان، عندك روحانياتك شديدة جدا. عندك روحانياتك شديدة جدا، لكن للأسف مصاب بالسحر والمس، مصاب بالسحر والمس. لكن عندك روحانياتك عالية بتعطيك إحساس وبشرات في قلبك، أو بتعطيك تفكيرك يكون صح،
وبتشعر بالاشياء قبل حدوثها، وبتشعر بالشخص اللي امامك ان كان صادق او كذاب، بتشعر باللي يتحدث امامك، وان قعد قاع واحد امامك بتعرف ايه اللي فيه، بس عندك تردد. في الأول كانت ماشية معك روحانيتك كويس، لكن دلوقتي شايف عندك تردد. ممكن تركز على إشي يدي لك إشارتين، يعني ممكن الإشارة تدي لك إنه صادق وإشارة تدي لك إنه كاذب، فتكون محتار مش عارف تاخذ القرار. انه هو بتكون عندك تردد، عندك طاقة تردد، عندك طاقة حيرة، لكن روحانياتك عالية، بتديك رؤيات في المنام كثير، صح؟ انا عارف ان هي بتديك رؤيات في المنام، لكن بتصحى ناسي الرؤية او ناسي الحلم او ناسي نص الحلم. ومنكم كثير رأى من الثعابين، رأى من الحياة والحيوانات في المنام، وتدل على ان شيطان بيحاول يأذيك او حاول يحجبك ما بين بينك وما بين روحانيتك، لان شايف في كذا جني من حواليك يا مواليد برج السرطان. صلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، ان شاء الله في فتحه خير زي ما كانت ماشيه معك من قبل، راح تردع معك فتحه الخير والتواصل والبشرى باذن الله تعالى، لان شايف عندك حصل عندك تعطيل من الحسد الشديد. وبلاش منظره، بلاش المنظره او بلاش هكذا، لان الناس كلها مش بتحب يعني كثير الخير. برضه انا شايف ان انت وقعت من في مشكله، لكن عديت منها، خسرت من المال فيها، لكن عديت منها بسلام بفضل الله تعالى. شايف ان انت بتدافع عن ناس او بواقف مع ناس بتساعدهم او بتحب تساعدهم، لكن الناس مش تستاهل انك تعمل معها. انت عملت لله، وقفت مع ناس او ساعدت ناس او تبرعت بفلوس او اعطيت فلوس لناس، لكن هي انت عملت لله. ما تقولش انك عملت لهذا الناس، الناس دي ما تستاهل، انت عملت لله. خلي بالك برضو في واحدة قريبة هي اللي نقول بنت عمها او عمها او مرات اخ، واحدة قريبة هي اللي عاملة لك مريض برد السرطان، هي السحر، هي اللي تعباك من زمان السحر. والسحر في سحر منكم وراثي موروث، السحر موروث من الاهل، يعني هو السحر كان للاهل وانت اورثت هذا السحر، او السحر تملك فيك انت هذا السحر. السحر عمل لك عراقيل كثيرة، عمل لك مقلب معك بمس عاشق ووسواس، عندك تعب في الظهر، في العمود الفقري، في الريدلين، في المعدة، عندك التوتر والحيرة، عندك كالي. ماذا انت دلوقتي حاليا قاعد لنفسك محتار، ما بتخرج من المنزل، قاعد في تفكير متشتت معك، النوم 24 ساعة نايم، تعب همدا في الجسد من هذا السحر وهذا المس. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم من كل داء يزيكم. ان شاء الله بعد القراءة راح اعطيكم العلاج الناسب بقدرة الله تعالى. ادعم الفيديو باللايك احبابي في الله. شايف هنا انت بتحاول تطلع من اللي انت فيه، برضه انا شايف في دعم، هيكون عندكم دعم، في التزام، شايف عندكم طاقة، في تغيرات ايجابية، شايف برضه هيكون عندكم انبساط يعني، او عندكم تغيرات، شايف برضه انتم بقالكم فترة بتحلموا بيه، شايف برضه الفترة اللي جاية هيكون في ثقة، الثقة دي هتكون عالية جدا بإذن الله. شايف هتكون في ثقة، والثقة دي هتكون عالية جدا بقدرة الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم الكاشف. شايف برضه هنا اللهم صل على سيدنا محمد، يعني هنا عندكم تطورات، يعني التطورات دي هتكون إيجابية. شايف موضوع العمل هتستفادوا، يعني في تغير في موضوع العمل، في اللي كان لسه ما اشتغل في وظائف دي، لان انا شايف في ترقيات في العمل او شغل في العمل. شايف ان انتوا بتحاولوا مستحيل تتخطوا طرق قدامكم، او تتخطوا الحاجة، او تردعوا لما كنتم من الاول في الاحسن، لان انتوا حصلت معكم مرة بالضغوطات والاليام، مضغوط في المال او في العمل او التعب مضغوط، لكن من قبل كانت الدنيا كويسة معك شوية. شايف هنا برضه انت اتعلمت حاجات كثيره، اتعلمت ان انت ما تديش الناس الثقه، ما تثقش في الناس، بتاخد بالك من نفسك، حاول تطلع من اللي انت فيه، انت اتعلمت. شايف عندك، اقول في شخص عندك هذا الشخص، اللهم صل على سيدنا محمد، الشخص ده هيرد عليكم، او هيكون ما بينك وما بينه كلام، يعني شايف انتوا اتنين ما بينك وما بين الشخص ده سرطان، يعني بتصفوا حساباتكم، شايف في تصفية حسابات ما بينكم، لكن في بعض تصفية الحسابات هيكون القرار قرارك انك تردع او لا.
شايف هنا من الوقت للتاني بيديلكم شعور، بيديلكم احساس ان انتم كارهين الدنيا، مش عايزين تتعاملوا مع حد. لكن ده اكبر غلط، اكبر غلط. انتم نسيتوا حاجة مهمة جدا، ان ده اختبار من عند ربنا، اختبار من عند ربنا. يعني شايف هنا ان انت حرفيا رميت الماضي او بترموا الماضي. شايف ان انتم بتحاولوا تستهموا، حاولوا تشتروا مسكن او تشتروا منزل او تشتروا حاجه في نقله من مكان لمكان باذن الله تعالى. خلي بالكم من نفسيكم، ما تخلوش الافكار السلبيه هي اللي تسيطر عليكم، لان انا شايف ان عندكم شجاعه وقوه حلوه، لكن القوه متكتفه. شايفك متكتف او مقيد او حاسس حمل عليك مقيدك، لكن عندك قوة بإذن الله تعالى، وهترد عليك قوتك تاني الذي أعطاها لك الله. شايف عندك هنا في حد عندكم يعني كسر القواعد، يعني الحد. شايف ان انتوا برضو اصلا معروفين بتمشوا بالتقاليد والبعادات، لكن ما بتحبوش تمشوا في الطاقات السلبية، بس في حد كسر القواعد دي او الامور دي، وحاول ان هو اللهم صل على سيدنا محمد يمشي بنظام زاده، يعني من الاهل. وانت طبعا رد فعلكم كان قاسي جدا، وقلتم الوضع ده مش هينفع، او المشاكل دي او الاشياء اللي بتعملوها مش هتنفع. بس هم ما سمعش كلامكم، بس انتوا خرجتوا نفسكم بره حياتهم، وقلتوا احنا مالناش دعوه بالقصه دي ومش هنتعامل معاك تاني، لان انت طريقك خطا اللي انت ماشي فيها، فانت كده ريحت نفسك يا سرطان. لان هم مش بيسمعوا كلامك او بيحاولوا ينفذوا اللي في كلامهم، فاتركهم. شايف هنا الناحيه العاطفيه انتم محتارين. شايف هنا في طاقه انتظار او طاقه حيره، يعني شايف في طاقه انتظار او طاقه حيره. بس انا شايف برضو عندك علاقه، العلاقه دي عماله تقرب منك، بس انت مش عارفين تختاروا ايه، او في عريسين او عروستين او موضعين. انا شايف في حاجتين محتارين فيهم، في حيرة محتارين فيهم. بس انا شايف برضه هنا انتم متغيرين شوية، شايف في تغير، يعني رغم ان في وضوح عندكم اكتر من هذا، بس هنا التغيير، شايف في تغيير مسيطر عليكم، يعني بشكل كبير جدا مسيطر عليكم. شايف برضه هنا هو اللي متحكم فيكم حاليا، هو يعني هنا مخليك مش عارف تاخد قرار ولا حتى تتعامل ازاي مع الناس. يعني هي اللي هي محيطة عندكم. صلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. شايف هنا في شخص، في حب ما بينك وما بينه متبادل، لان ممكن ما تعرفتوش عليه، او في تواصل ما بينك وما بينه خفيف، لكن في حب تبادل ما بينكم. شايف هنا ان انتم حاسين ان في موقف صعب، لكن في قلبك في حب ما بينك وما بين هذا الشخص. يعني هنا هيبقى في اعتراف حلو، يعني هنا بس خلي اليومين دول حاولوا تكونوا صابرين، هل عندكم صبر؟ شوية صبر يعني هنا. وبلاش العصبية، بلاش العصبية، بلاش التفكيرات السلبية. يعني في عصبية وانفعالات على أتفه الأمور، لكن هذا مش من صالحكم، مش من صالحكم. بلاش التهور او اللي هكذا. يعني شايف هنا في يوم، يعني شايف هنا هيكون يوم، في يوم ان شاء الله يعني قدامك نقطتين في اليوم ده، هيكون في فرحة، تسمع في خبر حلو، او في فرحة، او في اضواء هيكون فيها رومانسية، هيكون فيها اتصالات سريعة، فيها دفعة من المال. شايف في حد هيجيب لكم ليكم هدية. شايف هنا في هيكون يوم مميز بإذن الله. شايف هنا انتم هتاخدوا شوية راحة، يعني والراحة دي هتتحسن، هتتحسن وهتحسس هتكون في الاحساس اللي جواكم هيكون كويس، وهتتجاوزوا اي مشاكل او ترقمات عندكم. شايف برضو هنا الترقمات دي بتتحكم فيكم، يعني بتحسوا قد ايه ان انتوا عندكم طاقه هي متحكمه فيكم. يعني في الوضع اللي انتوا فيه حرفيا ده هيتحسن بشكل كبير جدا، يعني وهيبقى في اشياء جميله، يعني هتاخدوا خطوات سريعة. شايف برضو هنا من خلال الخطوات السريعة دي هيكون في انبساط حلو،
يعني، وقعدة جميلة. شايف برضو هنا انتم ممكن تروحوا هنا او تعزموا حد عندكم او حد يعزمكم. انا شايف في اكثر من تحسن لجميع الامور باذن الله تعالى. شايف هنا، ما تنساش احبابي في الله تدعموا الفيديو باللايك اخواتنا في الله. شايف برضو هنا سرطان، اللهم صل على الحبيب المصطفى. في اختبار هتمر بيه، اختبار هتمر بيه وبتكون كدها وتعدي هذا الاختبار. شايف برضو هنا منكم من البعض يعني بتعاني من شوية الخنقة أو الحزن، بعض القلق، موجوع، اتخذلت. أنا شايف في خزل، اتخذلت يعني من أشخاص مقربين منك. بس أنا شايف إن أنتم محتاجين شخص يا سرطان تتكلم معاه أو يطبطب عليكم. شايف إن جواكم حاجات كتيرة نفسكم تتكلموا فيه، مش لاقيين الشخص الصح اللي ترموا حمولكم عليه. برضه هنا جاية لك فرحة هتنسيك الوداع اللي حصل، يعني انتم عشتم فترة يعني من الماضي ايام صعبة ولغاية دلوقتي بتعانوا. بس انا شايف برضه عند البعض المشاكل، شايف عندكم بعض المشاكل. البعض ممكن نقول سمع كلام وضايقه او بتسمع كلام بيضايقك، يعني شايف بيضايقكم. وشايف دواكم ناويين على التغير للأحسن. برضه هنا شايف البعض موضوع بسبب العاطفة حصل انفصال مع الشريك. هنا بإذن الله تعالى ربنا هيحقق لكم أمنية، والأيام اللي جاية حلوة قوي بإذن الله، وفيها خير، فيها فرحة. يعني هتنسيك الماضي، في حد هيظهر لك للبعض هنا هيغير حياتك للأحسن، هيغير حياتك للأحسن. هنا شايف هنا أنتم ناقصكم شوية حدث واحدة هي الصبر. الصبر عندكم خلص، ولو صبرتم شوية هتشوفوا الفرحة بعينيكم. فالصبر جبر وخير ليكم وفيها عوض ليكم. شايف كمان حد هنا حصل عندكم رفض للشريك، حصل عندكم رفض للشريك. شايف برضو هنا في نقلة من مكان لمكان، هتنتقل من مكان لمكان، من سكن او بتحاول تشتري سكن او بتشتري منزل. حاول، انا شايف ان انت بتشتري حاجه او بتتغير من مكان لمكان. شايف برضه هنا في شخص هو سبب لمعاناتك، ممكن نقول غدر بيك او سبق في طريق صعب مريت به لوحدك، ولكن انت منتصر وهتخرج من معاناتك. شايف هنا في احد ناس ظلمتك او افترت عليك، شايف ليك نصره، نصره باذن الله تعالى. شايف هنا زواج للبعض منكم، وشايف البعض الاخر ممكن هيدخل في قصه حب جديده، في قصة حب جديدة. شايف هنا في قصة حب جديدة. بس شايف هنا في منافقين حواليك بيتمنوا خراب بيتك، يعني واحتفظ أسرارك وعين الله تحرسك. شايف برضو في هدية، في هدية أنت بتدي حد هدية أو حد بيعطيك هدية. وشايف برضو للبعض موعد غرامي مفاجئ خلال 4 نقاط مع شخص يحبك. في شخص هنا جديد مشاعره اتجاه غريبة وعشق لا ينتهي، وللبعض زواج من برد مش من برده. شايف هنا للمنفصلين في فرحة من شخص ذو منصب إن شاء الله. شايف هنا برضو الشريك حائر بأمر علاقتكم وخايف من زعلك رغم وجود عواقب. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعطيكم حتى يرضيكم. هستوقعت برد السرطان واستخارة لمواليد برد السرطان، هنعطيكم العلاج السحر بإذن الله تعالى الفعال، وأكثر من ترى صورة الرعد بإذن الله تعالى بحل الضغوطات وبفتح الأبواب المغلقة وبنية الفرد بإذن الله تعالى. نبدأ في العلاج السحر. أحبابي في الله، هذا المسك الطهارة، مسك أبيض للطهارة. هتأتي بمقدار هذا الكزازة، تكون مقدار مسك كلها أو مسك أحمر أو المسك الأحمر، تديب هكذا كد هذا الكزازة، وتتوضأ، تتوضأ، تصلي ركعتين لله بنية الفرد، وتشعر رائحة بخور، أي بخور، رائحة طيبة، في بخور، في ما فيش خلاص. وتفتح الكزازة وتقرأ عليها سورة ياسين 7 مرات، وتنفس في كل مرة السورة تقرأ، تنفس 3 مرات في هذا المسك، وتقرأ سورة ياسين 7 مرات. سورة ياسين 7 مرات بنية الشفاء من السحر. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيني من كل داء يؤذيني. تقولها 7 مرات، بعد كل مرة تقول أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيني من كل داء يؤذيني. هذه قرأت على المسك كل يوم، هتقرأ سورة ياسين 7 مرات لمدة 15 يوم.
المسك هذا تأخذ من المسك لمقدار هذا الغطاء وتضعه على ماء كد الاستحمام، تأتي بماء يغطيك للاستحمام وتضع عليه ملأ الغطاء، وتضع 7 ورقات من الصدر هكذا، وتضع من الملح الخشن وتركن الماء إلى نصف ساعة، وتستحم قبل أذان المغرب أو بعد أذان المغرب بهذا الماء، وتلقي الماء خارج المنزل تحت شجرة أو في النهر أو في أي مكان، تلقي هذا الماء بإذن الله تعالى، وتستحم لمدة 15 يوم، وكل يوم تدهن من المسك قبل النوم الجسد كامل، وتجدد القراءة كل يوم على المسك بإذن الله تعالى، مع إذكار الصباح وإذكار المساء والصلاة في أوقاتها. وهنا طبعا هتقرأ كل يوم سورة قاف مرة واحدة كل يوم في أي وقت لمدة 5 أيام، لأنك تلدم وساوس وخبائث القرين، لأن العدو الحقيقي والعدو الأساسي هو القرين ليك، لأن القرين ممكن يوهمك إن السحر مازال موجود، أو يوهمك إن السحر مازال بيتجدد، وممكن يكون السحر تم إبطاله عنك بقدرة الله تعالى، لكن القرين مأثر عليك نفس تأثير السحر، فأنت مقتنع إن السحر موجود، لكن ممكن تقوم شفيت بإذن الله تعالى. أنت هنا تقرأ سورة قاف يوميا لمدة 5 أيام بلا وساوس وخبائث القرين، مع أذكار الصباح مع أذكار المساء، وتأتي به قزازة ماء تقرأ عليها السورة الفاتحة 41 مرة، وتشرب منها كل يوم بإذن الله تعالى على الريق، راح تخرج السموم السحر، وينحرق خادم السحر أو يرحل بإذن الله، وينفك ويبطل سحرك بإذن الله تعالى. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم من كل داء يؤذيكم. اللي عايز يتواصل معنا في العلاج أو في أي استفسار يتواصل مع المديرة، الرقم واتس أمامكم بإذن الله. وما تنساش أحبابي في الله تدعموا الفيديو باللايك وتشترك في القناة فضلا.